الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات إلى حلقة جديدة من برنامج يسألونك ضمن محور القيم والأخلاق. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة مالا. أستاذ الكريم أهلا وسهلا. مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم. وبارك فيكم أستاذي وفي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات. ونبدأ متوكلين على الله بالسؤال الأول من السيدة منى من مدينة خنيفرة، تقول: هل يجوز الكذب في أمر ما للحفاظ على العلاقة الزوجية التي تضم أولادا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، جوابا على السؤال الأول في هذه الحلقة حول الكذب خاصة بين الزوجين، الكذب كما لا يخفى على الإخوة والأخوات أن الكذب حرام، من أكبر الكبائر. جاءت نصوص الكتاب والسنة تحرمه وتقبحه وتنهى عنه، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته ورحمة بالأمتي وحفاظا على بعض المصالح أباح الكذب بعض الحالات، أباحه في العلاقة بين الزوجين، أباحه في الصلح بين المتخاصمين، أباحه في الحرب الجهاد، حرب أخدع بين الزوجين. هو لا يكون الكذب للكذب، يعني يتعمد الستار، ويكون الكذب عبارة عن معارض أو حيلة أو تورية من أجل المحافظة على كيان الأسرة وعلى العلاقة الزوجية. لكن المحبة وذلك المودة، ممكن الزوج يضطر إلى أن يكذب على زوجته في أسلوب أو شيء من الأمور، ما لربما لو لم يعني يكذب شوية أو يتحايل عليها أو يخبي شيء من الأمور، ممكن يعني يحدث شيء أمر لا تحمد عقبة. لهذا أباح النبي عليه السلام الكذب بين الزوجين للمحافظة على العلاقة الزوجية، إلا أن الشرع والفقهاء يقولوا لا ينبغي للمؤمن أن يعني يستديم على الكذب ويتخذه وكذا عادة حرفة، يدير أي حاجة ويخرج يعني كل نهار يدير فضيحة ويجي يلونها ويخبيها ويرقع بالكذب. هذا لا يليق بالمؤمن أن يكون كذابا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هذا الشاهد يتحرى. أما الواحد يكذب من أجل المصلحة ديال الأسرة والزوجية وكذا على مرته ولاده في أمر كذا، لا حرج فيها. ما أن يتخذها المؤمن يعني هكذا عادة دأب، يعني يمشي عليه ويدير المشاكل أو أحوال وكذا ويكذب في النفقة أو في الخروج أو في الدخول أو في الهجران أو كذا، هذا لا يجوز. لأن الشرع لا ينصح بهذا، من ينصح بأن المؤمن يلتزم الصدق مع أهل بيته مع الناس كلهم، فإذا اضطر إلى أن يكذب ودار الميزان، دار المقارنة، وشوف الصورة أنها إذا ما كذبش في هذه الحالة هذه ودار شي تغطية أو شي وقاية شي تخرج هكذا، غتكون مشاكل، تطور المشاكل. وعندنا في الشرع ما يسمى بالمصالح والمفاسد، تتعارض. إذا تعرضت المصلحة مع المفسدة نرجح يعني أكثرهما ضررا أو أنفعهما، إذا كانت المصلحة راجحة نقدمها، إذا كانت المفسدة راجحة ندفع المفسدة ونضعف في المصلحة. فهو يدفع ذلك المفسدة بهذا الكذب للمحافظة على مصلحتي
الأسرة والكيان ديال الأسرة. وهذا جائز بين الزوجين يعني ماشي بين الزوجين ماشي غير الرجل على المرأة، حتى المرأة لقات شي حالة استثنائية يعني استثنائية استثنائية ماشي قاعدة، لا ماشي قاعدة هي يجوز لها ياك أستاذ معلوم بين الزوجين بين الزوجين هكذا بالحديث بين الزوجين وهكذا بين المتخاصمين بين المتخاصمين كيكذب عليهم ولا كيصوب شي كلام هكذا مفبرك من عنده من أجل باش يقرب بين نفوسهم وقلوبهم باش يتصالحوا مش الكذب اللي يقول الكذب العمد لا الكذب للمصلحة وفي حدود وفي حالات لا يتخذوا يعني عادة معتادة وإذا كانت أستاذ واحد المصلحة ولكن غنقلبوا واحد الحقيقة واحد الحقيقة اللي أحد الطرفين يعني الزوج أو الزوجة خصو يعرفها كما هي ولكن أنا كنجي وكندير المقياس ديالي وكنقول لا إلا قلت هذه الحقيقة هذه غتنوض مشكلة كبيرة وكذا وكذا فهنا الكذب يعني في أمر غيرت حقيقة هي الحقيقة وحدة مسألة كحلة سوداء رديتها بيضاء مثلا بيضاء نعم نقيض نقيض التام معلوم نقيض في الحالة هذه الزوج أو الزوجة خصو يكون لبيب ولبيق وذكي ديك الحقيقة يعرف كيفاش يوصلها يا استاذ اذا سمحتوا الله يجزيكم بخير واحد الخلاصه جامعه على هذه القضيه هذه خاصه مساله الكذب الازواج لان كاين اللي كيشدوا كيوسع فيه شي شويه وكاين هذه فشي خلاصه جامعه باش نمر للسؤال الاخر اولا العلاقه بين الزوجين جعلها الشرع مبنيه على الصدق وعلى الامانه وعلى المحبه وعلى الصراحه وعلى الحوار الهادف وعلى الاحترام المتبادل وعلى الصدق في المعاملة كلها والصراحة بينتهم مش يزيف واحد فيهم الحقيقة أو يغير شيء يكذب شيء أمر كبير وممكن يعني يبان في المستقبل ويدير المشاكل وكذا فالحاد لا يجوز الكذب على الحقائق أو في أمور كبيرة أو في الأعراض وكذا لا يجوز هذا اللي في سؤالي يجوز هو اللي في بعض الحالات مش حد نادرة يعني يكذب شي أمر كذا أو يتحايل على شي أمر إلا بقى فيه الكلام باش تبقى العلاقة الزوجية محفوظة والكيان يعني أسرة محفوظة نعم أما أن يصبح الكذب هكذا عادة زي الناقص تزوير الحقائق والأمور الكبيرة أو تزوج مرة ثانية أو دار شي حاجة أو شي أمور أخرى كبيرة أو الهجرة مهاجر فين كنت يكذب كنت مع خويا أو مع با هذا لا يجوز إذا هذا لا يجوز هذا عامة هذا تحرمية الحين ما العلاقة الزوجية ما مقبولاش في عامة المعاملات الزواج فكيفاش داخل الأسرة وما. أي نعم نعم أستاذ بارك الله فيكم انتقلوا للسؤال آخر الأسئلة الصوتية مرحبا السلام عليكم برنامج يسألونك بغيت أسيدي نطرح واحد السؤال عندي أختي صغيرة عندها دابا حاليا عندها عامين وملي تزادت هي في وجهها واحد التوحيمة حدا العين ديالها ودابا الناس ما كيشوفوها فيها وحنا اصلا بغينا نحيدوها لها كي اللي كيقول لنا حرام كي اللي كيقول لك حلال يعني زادت فيها ما خصهاش ولينا هي جايه يعني حدا عينها داكشي علاش حنا بغينا نحيدوها لها اسيدي ودابا بغينا نعرفوا الاجابه واش حلال نحيدها ولا حرام مرحبا ان شاء الله تعرفي ما الحكم الشرعي في المساله سؤال سؤال واضح ديال السائله توحيمه في البنيسه صغيره وفي واحد الفوجه مأثره عليها واش إيه الحمد لله الطب راه كاين متطور في هذا الباب هذا واش يجوز انهم يحيدوها ولا لا؟ نعم الفقهاء كيقولوا في هذه المساله في مثل هذه الحاله ديال التوحيمه ولا شي واش ما ولا شي حاله من الحالات كاين جوج حالات كاين اصلاح العيب وكاين التجميل التكميلي الا عندها علاقه باصلاح العيب لا حرج في جوازها على سنان الدرساء او سنان او شي حريقه او شي حاجه فيها عيب وفيها الام او تشويه الخلقه او الصوره فالحاله هذه لا خلاف بين اهل العلم انه يجوز يعني اصلاحها عن طريق الطب الطب يعني الحمد لله تقدم واحد المدى بعيد الحمد لله فالحاله هذه حرج فيها اللي فيه الكلام او الكراهه او الاثم هو ما يسمى بتغيير خلق الله اللي رب العالمين خلق الله عز وجل تغيير شي حاجه من الخلق في الصورة أو كذا ما فيهاش مصلحة نهائيا فيها غير النية ديال التجميل أو التزيين ما فيها لا عيب ولا شيء هذا لا يجوز إذا هذه الحالة هذه بشكل مباشر أيوة نعم بعدين يجوز ليهم يجوز ليهم لأن باعتبار ربما فيها تشويه الصورة أو شيء إذا هي أو كذا وتحيد وكيشترطوا الفقهاء ما يكونش شي تأثير في ديك العملية ديال إزالة ديال التوحيمة أو واش ما وكذا ما يكونش شي تأثير على صحة الإنسان
شي عرق شي شرايين شي طبعا هذا الاطباء راه أيوة نعم. يشوفوا أي نعم. اذا جائز من ناحيه شرعيه ان شاء الله. بارك الله فيكم استاذي. انتقلوا لسؤال اخر ونبقى مع الاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم استاذي عبد الرحيم من الريبان. الله يرحمه والدي عنده واحد السؤال. تكون خدام تنبغي نستغفر الله ولا كنبغي ندعي الله، واش ضروري خاصني نتوضا ولا بلاش؟ الله يرحمك الوالدين. مرحبا سيدي، تسمع الجواب ان شاء الله. الاستغفار والدعاء والتوجه الى الله عز وجل، واش اشترطوا فيه استاذ ان نكون موضين او يمكن؟ لا لا ابدا، الطهاره او الوضوء اشترطوا في الامور التعبديه اللي منصوص عليها، الصلاه مثلا، قراءة القرآن أو مس المصحف أو الدخول إلى المساجد أو الطواف أو كذا، هذه لابد فيها من الطهارة الكبرى والصغرى. أما الأذكار كلها، الاستغفار، التسبيح، التقديس، لا إله إلا الله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على كل الأحوال والأحيان. كان النبي عليه السلام كما صح عنه أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ما في لا طهارة ولا وضوء ولا شيء. ذكر الله يعني يجوز في الجنابة، في الحيض، في كل مكان. أنت على غير طهارة وغادخل لمرحلة مثلا توضأ، كتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث مثلا. تذكر الله على كل أحيان في كل الحالات. واش هذه كنقولوا قبل الدخول مثلا عندنا قبل الدخول؟ قبلها، ماشي حتى كندخلوا. لا، قبل الدخول. قبل الدخول. أما إذا دخلنا محلية الوضوء المرحاض، مكروه في ذكر الله نهائيا. تي لا تفضينا فيه حتى نخرج عن ندير الشهادتين او الاذكار. اما ذكر الله في المرحاض وفي الكريم مكروه. كيقول الشيخ خليل رحمه الله بن اسحاق المالكي في المختصر، يقول: وبكنيف نحى ذكر اسم الله فيه. نعم، يعني يجنب ذكر الله او ما فيه ذكر الله، لا المقروء ولا المكتوب، مع مصحف ولا مع نعم. كذا لا ينبغي أو الخوف، أو مثلا التليفون، الهاتف يخاف في القرآن لأنه مقفول، فلا يعتبر هذا مصحف ولا شيء إذا كان مع المؤمن. نعم. إذا الذكر يجوز في كل حالة، حتى الطهارة، لا طهارة لا وضوء، حتى الطهارة كبرى لا كبرى ولا صغرى. هنا أستاذ كيطرح هذه القضية، لأن شي مرة الإنسان كيكون في العلاقة الزوجية، المرأة والزوج والزوجة، وكينعسوا هكاك حتى أصبحت كيغتسلوا، ولكن هما في ذيك الأذكار عندهم أذكار فيها آيات قرآنية. فاش؟ أذكار يعني في ذيك الأذكار اللي كيذكر الله عز وجل، الإنسان اللي ما كيبغي ينعس كيذكر الله. أيه. المهم هذه من نعم. نعم. ولكن في ذاك الذكر اللي هما كيذكروا به، يعني كاين اللي عنده واحد الورد ديالو كيديروا نعم. دائما قبل ما نعم. كينعس. في هذه الحالة اللي كيكون هو على الجنابة، والمرأة كذلك على الجنابة، وهذيك الذكر فيه آيات قرآنية. نعم. واش يجوز ولا لا؟ هذه فيها استثناء. السنة ديال أذكار النوم أو أذكار الصباح أو بعض أذكار ديال الرقية الشرعية، الدعاء للمريض، هذه فيها استثناءات عند المالكية وعند غيرهم. ولكن ما يكونش قرآن للقرآن، كيقرأ هذيك الآيات. يعني الجواز. الجواز يعني على أنه ذكر للنوم أو ذكر الصباح أو ذكر المساء أو الركوب أو النزول، ماشي أنه يقرأ قرآن. هو يذكر الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء. يعني هو اي نعم، هذا دعاء. هذا جائز. هذا جائز. اللي ما يجوش أستاذ هو قراءة جنبة. القرآن للقرآن أو يكون على جنبة. إذا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال واسع، يعم جميع الأوقات والحالات. نعم. والظروف. نعم، وحنا في أمس الحاجة إليه، لأن كيدير لنا الطمأنينة والطمأنينة وفي القلوب وفي نعم. التحصين وفي القرب من الله عز وجل. نعم. يقول العلماء المؤمن الإنسان بطبعه إذا أحب شيئا، إذا أحب شيئا ما تعلق به أكثر من ذكره. وحنا والحمد لله نحب الله عز وجل، فيجب أن نذكره كثيرا كثيرا كثيرا، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله فيكم أستاذي. انتقلوا للسؤال الآخر. سيدة الباتول من مدينة صفرو تقول: إذا قال لك شخص ما كلاما فاحشا كيف تتعامل معه؟ لا نعم، هذا والحمد لله النفه في الشرع، النفه موضوع كبير في الشرع، في القرآن وفي السنة، كتب الفقهاء باب الأخلاق، أن المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا. هذه واحدة. المؤمن دائما كيحاول ما يكونش يفحش في القول والسب والكلام الخايب وكلام ديال السفاهة وكذا، أبدا. كل كلام طيب
حتى في الحالة ديال الخلاف والنزاع وكذا ما يسب ولا يشتم ولا كلام ديال السفاهة ولا كلام ديال الجاهلية. فإذا سابه أحد أو شاتمه أو يعني واجهه بكلام سيء أو كذا أو عيبه أو عيره أو كذا، فإن المؤمن في الحالة هذه يجب أن يبقى مؤمنا صالحا طيبا نقيا تقيا كما قال الله عز وجل. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ياك عند رقم الموضوع هذا حسنة والسيئة بين الشخصين. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، تدفع ماذا؟ تدفع سيئة أخيك أو خصمك، تدفع سوء تعامله، تدفع فحشه أو سبه في الكلام. بماذا تدفعه؟ بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالعفو عنه، بالحلم عنه، بالدعاء له، وقع قل له عفو الله عنك يا أخي لا تسبني، لماذا؟ ما الأمر؟ لا تسبني، لا تعيرني، لا يجب، ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أنا فإذا يعني إذا فعلت هذا ولم تعامل صاحبك بنفس الأسلوب بنفس السب والشتم والفحش يصير هذاك الخصم ماله يصبح صديقا حميما قريبا جدا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقى إلا الذين صبروا. ولهذا النبي عليه السلام يقول في صحيح البخاري قال عليه السلام فإذا كان أحدكم صائما إذا كان لم يرفث ولم يفسق ولم يصخب فإذا شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، اللهم إني صائم، لا يرد عليه بالكلمة السيئة. والله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة. والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني فيه نصوص كثيرة جدا تتربينا على إيش؟ على الكلمة الطيبة. على أن يكون هذه الآية أستاذ إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. هل معناه أن الذي ظلم يعني اللي تعرض للظلم يجوز له أنه يبادل هذاك الكلام؟ نعم. يجهر بالسوء أي يجوز له أن يرد له بالمثل كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإحنا في السؤال في المقام وفي الحلقة المباركة كنت في موضوع القيم والأخلاقيات أكيد من القيم والأخلاق من الأخلاق الكبيرة العظيمة أن المؤمن لا يرد السيئة بالسيئة ولا الفحش بالفحش ولا الإذاء بالإذاية، وإنما يرد على صاحبه الذي أساء إليه أو أساء معه باش يرد عليه بالتي هي أحسن، طيبة بالتي هي أحسن، بالتي أحسن. نعم بالحلم بالعفو عنه هذا الأفضل. أما الجواز كاين كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقال سبحانه بعده ولمن صبره وغفره إن ذلك لمن عزم الأمور. أحسن الصبر، حسن تعفو، حسن تحلم على صاحبك وما تردش على بالمثل، تسلم ويسلم صاحبك. والا اذا كان عارف اذا كان التفاعل رد الفعل كتكبر الامور كتولي لا تعود. ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اليوم كان ما في مجلس ومع سيدنا الصديق وبعض الصحابه، فجاء واحد الصحابي من اهل المدينه رضي الله عنهم جميعا فجعل يرفع صوته على سيدنا أبي بكر لأمر من الأمور. فالصديق ساكت والرجل يرفع صوته عليه والنبي عليه السلام يبتسم. جد واحد اللحظة سيدنا الصديق اتقاضى صبره فبدأ يرد على صاحبه، فقام النبي عليه السلام من المجلس فأدركه سيدنا أبي بكر يا رسول الله كيف؟ لما كان الرجل يعني يرفع صوته علي نعم كنت تبتسم، ولما رددت عليه بعض كلامه قمت عني. فقال النبي عليه السلام عندما كنت ساكتا صامتا صامدا صابرا محتسبا كنت أرى أن هناك ملكا يرد عنك يقول له لك بمثلها وعليك بمثلها، فلما بديت ترد عليه بعد كلامي حضر الشيطان بينكما وانا لا اجلس في مكان فيه شيطان،
فأعطانا النبي عليه السلام الدرس أن كل من المؤمن يتحمل من الناس ذيك الإساءة أو ذيك الجفوة أو ذيك الخشونة أو كذا في العائلة في الخدمة في الشارع في الحافلة في أي مكان، كون ما تحمل كون ما كان حليم وطيب ولين يكون أسلم لنفسه ولغيره ويكون يعني كما قال اليد العليا خير من يدي السفلى، وقد يأتيك صاحبك غدا يعتذر إليك، وكثيرا ما يقع ميران وقعت يعتذر اسمح لي براه كيسبك اليوم معك ساكت صابر ولا غدا تيجي عليك تقول لك سمح لي رانا كنت، بينما العكس اذا هو كلمه وانت جوج وسبان ويلا يلا كالطواك وتولي فيها القطيعه وتولي فيها العداوه وتولي فيها الحسد والحقد وكذا وتدبير السيء والمكر السيء، نعوذ بالله. ينبغي للمؤمن ان يكون على احسن حال مما يرضي الله عز وجل في الاخلاق في التعامل مع عباد الله. الله يوفقنا يا استاذي الكريم بكل خير، بارك الله فيكم. نعود مره اخرى الى الاسئله الصوتيه. مرحبا. السلام عليكم. تنشكر هذا البرنامج الرائع بزاف بزاف، الله يرحم والدين الاساتذه. بغيت نسولكم واش اللي بغى اللي ما يتشرك بالله، واش اللي تشرك بالله وندم وندم بزاف في عقله وقال من راسه ما غاديش نعمري نتعاود. سمعت العلماء تيقولوا شارك بالله شارك بالله عند الله، المهم ماشي مزيان. واللي شرك وندم بزاف وتيستغفر وتمنى ما غاديش يتعاود، واش تيسمح ليه الله؟ الله يرحم الوالدين. مرحبا لنا، مرحبا، تسمعين ان شاء الله الجواب في المساله. من اشرك بالله سبحانه وتعالى ثم تاب وندم واستغفر، هل يغفر الله له هذه الخطيئه؟ نعم. الشرك هو اكبر الكبائر، كل الذنوب قابل المغفرة والعفو الإلهي إلا الشرك، هذا ما دام إنسان مشرك. فإذا هذاك المشرك والكافر أسلم وآمن واعتنق الإسلام وأصبح مسلما، فإن الإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله ويمحي ما قبله، هذا لا خلاف عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، يوم أن أسلم دخل على النبي عليه السلام بشيء إسلم يعني إسلامه، فقال النبي عليه السلام يدي ممدودة للبيعة، فمد النبي عليه السلام يده ومد عمرو يده ثم رداها عمرو بن العاص، فقال له النبي عليه السلام يا عمرو ما لك يعني لماذا جمعت يدك؟ فقال عمرو بن العاص أشترط على ربي، أشترط على ربي، عندي شرط. فقال عليه السلام ماذا تشترط على ربي؟ ما هو شرطك على ربي؟ فقال عمرو أن يغفر لي فجراتي وقدراتي، كنت كافرا كنت يعني كنت فإذا غفر لي ربي الماضي أدخل في الإسلام. فقال عليه السلام أما علمت أن الإسلام يهدي ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يهدي ما قبلها، إذا تذكروا تذكر الحج والتوبة والإسلام يعني الإسلام بعد الكفر، يعني الكافر إذا أسلم واعتنق الإسلام بقناعة فإن الماضي كله تمحى كأنه ولد من جديد، هذه قضية يعني قطعية محسومة في الشرع ما فيها لا خلاف ولا شيء. أما بقاء الشرك يقول رب العالمين العالمين إن أشركت ليحبطن عملك، وفي سورة الفرقان يقول الله تعالى والذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس ولا يزنون التي حرم الله إلا بالحق هي إلا من تاب، أذكار الشرك والزنا والإشهاد الزور زين، ويقال بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهذا يقبل الله توبته بل يبدل سيئاتهم حسنات، فالتوبة تمحي ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله، يعني كأنه يبدأ حياة جديدة صفحة جديدة في الحياة. نعم. الماضي مشى كله 75 سنة أو 500 سنة، لو أسلم الآن ومات الآن كأنه مات شهيدا.
يعني هذه القضية دابا الشرك يسألك عارفة هي الشرك زعما شي ذنب عظيم جدا يعني ما كيغفروش الله، ولذلك كيبقى عندنا الشك أو ما كنفهموش هو أنه الشرك الذي لا يغفره الله هو اللي كان موت عليه كوسا. نعم، إذا مات الإنسان مشركا، هو إذا مات مشركا، أما لو كان مشركا وأسلام وآمن ودفع عنه الشرك ودخل في الإسلام ما بقاش مشرك، لا موحد ولا مؤمن الساعة. نعم، غير أنا بغيت أستاذ القضية ديال هذا الشرك دابا الحمد لله السائلة اللي كتكلم راه مؤمنة وكذا، إنه شي مرة كنديروا شي خطأ بسيط وكذا وفي الأمور ديال الإيمان والعقيدة وكنسولوا شي حاجة يقول لك راك شركتي بالله. أنا ما كنتصوروش اليوم الحمد لله خاصة هذه المرة اللي كتكلم بهذه الحرقة هذه وبهذا الاستغفار وكذا والإقبال على الله غادي يجي هكا، شنو هو هذاك كيف يتحقق الشرك أستاذ؟ شنو هي الأمور اللي هي واضحة نقولوا هذا أشرك بالله؟ نعم، الشرك عند الفقهاء على ثلاثة، شرك أكبر باختصار طبعا أستاذ، شرك أكبر شرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر المخرج من الملة هو أن يعبد العبد مع الله غيره، أن يدعو إلها مع الله، هذا لا إشكال فيه صار من كان أو غيره. والشرك الأصغر هو الرياء، لا تبطل العبادة ولا تكفر تخرج الإسلام من الإسلام، ما كتخرجش من الإسلام. لا، الرياء يعني حب الظهور وكذا، يرأي بعمله الناس لمصلحة ما يعلم الله كيف، هو مرأي صفة من صفات المنافقين لكنه ليس بكافر، هو محروم من الثواب ديال العباده وعنده اثم كذا، وخصو يعني يغير لك الصوره ديال الرياء واللي مخلص لرب العالمين. والثالث اسمه شرك خافي. قالوا كل قول او فعل يتطرق اليه الشرك لا يخرج من المله ايضا، كقول كاليمين بغير الله مثلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك، هو حلف ليس مشركا وما قصد الشرك، هو شرع على الإنسان أن يحلف بكذا وكذا، هو حرام عليه أن يحلف بغير الله عز وجل لكنه غير مخرج من الملة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو ذلك لولا بعض الناس تقول لولا كذا لكان كذا، ما تقولهاش لولا فلان لو ما كانش وقف معايا فلان لا كون وقع لي وقع لي، قل لولا أن الله كذا لولا قدر الله لولا كذا لكان كذا، أما تقول لو أني أو لو أن فلان أو كذا هذا نوع من الشيء لكن غير مخرج من إذا هذا غير مخرج من الملة. نعم، إذا المخرج من الله هو الشرك الأكبر اللي بينت لي، وأن تعبد مع الله غيره وأن تدعو مع الله إلى غيره. إذا السائلة تسمع سائلة وغيرها نسمعوا نعرفوا هي بعدك تعرف راسها بعدك واش وقعت في علم الشرك، وحتى إذا كانت قد وقعت في هذا الشرك الأكبر وشوية مستبعد الحمد لله كاين التوبة ياك أستاذ. مهلوك كاين التوبة، أتوبوا إلى الله. التوبة عرف الشهادتين والندم على ما فات وبدأ حياته جديدة في الإسلام والعبادة والطاعة، والله تعالى يغفر له سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أستاذي. تقولوا سؤال آخر، سي حسن مدينة الرباط يقول ما حكم الشرع في حلق اللحية؟ حلق اللحية توفير اللحية أو حلق اللحية توفيرها سنة مستحبة، بعض العلماء يقول هي سنة شعائرية يتأكد الحفاظ عليها، وبعض العلماء من المالكية قالوا هي سنة من سنن الفطرة أو من سنن العادات، في حال الصبغاء في حال الظفرين في حال الإبطي في حال إكرام الشعر كذا، إذا اعتبرنا أنها من سنن الفطرة اللي في قال فيه النبي عشرة من الفطرة وذكر من بينهم إلا إعفاء اللحية. وقول العلماء الشراح للحديث قالوا إذا كانت الأظافر أو النصف إبطان أو حرق العانة أو المضمضة أو الاستنشاق ليست من الواجبات ومثلها يعني إعفاء اللحية ومثله قص الشارب، فالأفضل والكمال هو يعني المحافظة على سنة الشعر، كتقول السيدة عائشة والذي في الحديث ديال البخاري يقول عليه السلام خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. الحمد لله الأمر فيها واسع، وإن كان الأفضل هو اتباع السنة. نعم، حتى اليوم أستاذ القضية ديال المخالفة ديال غير المسلمين في هذه القضية ديال اللحية، وراك الناس اليوم كيديروها في أديان مختلفة، كل واحد والمقصد ديالو، ولكن كما ذكرتوا إذا الخلاصة على أنها سنة مستحبة ياك أستاذ. نعم،
يعني ليست واجبة؟ ليست واجبة، قيل بوجوبها، ولكن الأيسر أن يقال بأنها غير واجبة، هي سنة. من السنة في الشرع يثاب فاعله ولا يعاقب تاركها. نعم أستاذ، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي. أذكر أنكم خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة تمارا، وإن شاء الله عز وجل نلتقي بكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج يسألونك. لا تنسوا التواصل معنا وطرح أسئلتكم على السادة العلماء والسيدات العالمات. وخلال حلقة رسالات، لأن أصلا البرنامج ماشي مباشر، بمعنى أنكم راه كتشوفوا الرقم ديال المجيب الآلي، وكذلك الرقم ديال الواتساب، وكذلك البريد الإلكتروني. هذه الوسائل الثلاثة راه يمكن لكم تطرحوا السؤال ديالكم، وخا سالات الحلقة غتسالي دابا الحلقة، غادي يجي فريق الإعداد إن شاء الله ويشوف الأسئلة ديالكم سواء كانت مكتوبة أو صوتية، ويحولها إلى أهلية ومستاذ العلماء، ونسجلوا إن شاء الله حلقات جديدة من هذه الأسئلة اللي غطرحوها على السادة العلماء والسيدات العالمات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. إلى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.